الأخ يقول إن الأوائل وضعوا قواعد أصولية وفقهية، فهل بإمكان المعاصرين يضعوا قواعد أصولية وفقهية؟ بالنسبة كناحية عقلية ولا مانع من ذلك، لكن كناحية واقعية ما فيه مقدور على هذا، لأن القواعد دونت. لكن بإمكان المعاصرين التهذيب، التنقية، التصحيح، الزيادة، هذا ممكن. أما إيجاد قاعدة ما ذكرت قديما فهذا ما يمكن. القواعد مدونة وواضحة، ما عاد في قدرة على ابتكار، لأن الأمور مستنبطة من أدلة الكتاب ومن أدلة السنة ومن الاستقراء. لأن أدلة القواعد الكتاب والسنة والإجماع والاستقراء، استقراء أدلة وفهم نصوص ووقائع الكتاب ووقائع السنة ووقائع الصحابة رضي الله عنهم. لكن ليس بمقدور أحد أن يأتي بقاعدة مثل ما ذكرت، لكن بإمكانها يستنبط، يعني يضم قاعدة إلى قاعدة ثم يستخدم عصارة. إن كان ينقد بعض القواعد ما ثبتت عليها أدلة واضحة، وإن كان يضيف لأدلة ثبتت عنده، القاعدة الأخرى تحتاج إلى تقييد، تحتاج إلى الضبط وهكذا. أما كون يستنبط يعني يأتي قاعدة مستقلة ما ذكرت أصلا، ما ذكر ولا قال الأوائل، هذا لا يمكن أصلا على ذلك. لكن بمناسبة ذكر القواعد أشرنا أكثر من مرة يا أهمية هذا العلم، وأنه من الأهمية بمكان، وأن طالب العلم لا بد يقرأ في أصول الفقه، ولا بد يقرأ في قواعد الفقه، ولا بد يقرأ في مقاصد الشريعة. وهذه علوم، ثلاث علوم فيها شيء من التلازم والترابط، إن كانت من حيث المفردات مستقلة، كل علم مستقل عن الآخر. علم أصول الفقه مستقل عن علم قواعد الفقه، وعلم قواعد الفقه مستقل عن علم مقاصد الشريعة، لكن في ترابط كما قال ابن معطي في مقدمة ألفيته: وبعد فالعلم جليل القدر وفي قليل نفاذ العمر، فابدأ بما هو الأهم فالأهم، فالحازم البادئ فيما يستتم، فإن من يتقن بعض الفن يضطر للباقي ولا يستغني. من يتقن بعض الفن يضطر للباقي ولا يستغني. نعم.